السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كشف وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي عيساوي فريج عن وجود اتصال مباشر وتفاهمات مع الأشقاء في السعودية ودول الخليج بشأن التنسيق فيما يتعلق بالتهديدات الإيرانية، على اعتبار أن ذلك الأمر لا يخص إسرائيل أو المملكة وحدهما، وإنما يجب معالجته عالميا. وأشار الفريج وهو عربي مسلم في مقابلة خاصة مع قناة الحرة الأمريكية إلى أنه يحلم يوما أن يتوجه إلى مكة في السعودية لأداء فريضة الحج بشكل مباشر دون تعب أو معاناة، ولديه قناعة أننا سنرى مثل هذه الفرصة قريبا. وكثيرا ما تحدثت الصحف العالمية ومصادر موثوقة عن وجود علاقات سرية على مستوى رفيع بين السعودية وإسرائيل، وصلت إلى زيارة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو للمملكة ولقائه ولي العهد محمد بن سلمان للتنسيق في العديد من قضايا المنطقة. ووفق تلك التقارير كانت السعودية قاب قوسين أو أدنى من إبرام اتفاق تطبيع مع إسرائيل على غرار الإمارات والبحرين والسودان والمغرب، والتي اتخذت الخطوة العام الماضي. لكن رفض الملك سلمان بن عبد العزيز جعل نجله ولي العهد الأمير محمد يؤجل الخطوة. في سياق غريب، أكد فريج وجود اتصالات قوية جدا على كافة الأصعدة مع الأخوة في الإمارات تستند على العلاقات المتينة بين الدولتين والزيارات المتبادلة على مستوى عالي، إذ توفر نية صادقة تنفيذ مشروعات عدة خاصة بأنابيب النفط والطاقة الشمسية وتشييد مناطق صناعية محاذية للجنوب في غزة ومناطق عدة. وتابع: نعمل على مشروعات عدة، رأينا من بعضها بوادر خير مثل الشركات والتبادل الطبي الحاصل بين الدولتين، وأنا على يقين أنه خلال فترة قصيرة سنرى أمورا تخدم الشعب الإماراتي والمجتمع الإسرائيلي. وحول العلاقات مع الأردن، لفت الوزير الإسرائيلي إلى أن السنوات العشر السابقة شهدت مع كل الأسف نوعا من أزمة الثقة، وخلال الأشهر